شوفوا اللعبة سقطت لومد أوكري، يحاول سعد الدين سمير يمرر بالقدم اليسرى، فيليكس كاتونجو راح قابل وحاول على طول مصعد عوض، وتبديل ثالث إيجابي واقعي لنادي الاتحاد السكندري. بص شوف الأخضر عامل إيه، بص شوف كاتونجو بيعمل إيه. الهدف الثالث في دقيقة 30 عشان يتقدم نادي الاتحاد السكندري بالهدف الثالث على النادي الأهلي في مباراة الدوري العام. عبد الرحمن فاروق ربط رأسه بشاش، ونتمنى له أن يكمل اللقاء بكل خير. وادي كمال علي بيتقدم، يلعب كرة عرضية حلوة، وادي محاوبة يا سلام. كونجا بيقول لي انا هنا وانا خبره وانا موجود وانا اللي قعدت زعيم الصغر. اول ركنيه يتغير فيها السيناريو وتروح على القائم الثاني، واللمسه يخطئها علي لطفي يمسكها من داخل المرمى علشان زعيم الصغر. مشاهدينا متابعينا يزل